هارمونيكا طلعت عشان شفنا مشاكل كتير في المجتمع بتاعنا ان الواحد يلاقي شريك حياه مناسب ليه. احنا عايزين اداه تكنولوجيه يكون فيها امان ويكون فيها ساينتفك الجوريثمز او فكره علميه تساعد الملايين من الشباب في مصر وفي الوطن العربي ان هم يلاقوا شريك حياه مناسب. اول ما قررنا نعمل هارمونيكا اول حاجه كان لازم اجيب كوفاوندرز معايا يكونوا فاهمين قوي التكنولوجي يكونوا فاهمين الجانب النفسي سايكولوجي. من هنا بقى ابتدى طبعا زي اي ستارت اب يو نيد ا في سي او يو نيد ان اكسلريتور عشان يحطك بقى على الطريق الصح. فمن هنا ابتدينا طبعا فلات 6 لابس وي جويند في كايرو اند وي جويند بقى 500 ستارت ابس. رحنا سيليكون فالي هناك قعدنا 4 شهور اتعلمنا ازاي نقدر نبني شركه من مصر that can compete globally. ومن هنا بقى جت the big growth لهارمونيكا. We joined Match Group. Match Group one of the top 20 tech companies في العالم. ف we were very excited الصراحة. بس كان القرار الأولاني اللي كنا محتاجين ناخده ال vision. Are we aligned on the vision or not? هما their vision is aligned. هما عندهم insights رهيبة عن ال dating industry. وهيساعدونا بال resources. هيساعدونا إن إحنا نgrow globally. واحنا من ناحيتنا we understand the market really well, we did our research, فاهمين the traditions, فاهمين كل حاجة. Within the acquisition, the company is growing. Actually, our traction is increasing massively دلوقتي. The team is growing, we're acquiring the best talents موجودة في Middle East. كل ده حصل مع within the acquisition, it got just more structured, fast-tracked, and we're having all these insights بقى من market leaders. الفروقات طبعا كانت في الفاندنج. هناك الفاندنج اسهل بكتير. الاكسبيرينس هناك هما they are so mature. بس on the other side احنا مشاكلنا ستيل اكبر. يعني مشكله الجواز مثلا في المجتمعات العربيه اذا هاز يونيك تيست عن بره فبالتالي مش هيقدر حد يحلها غير لو كان لوكال تالنتس. فلو قدرنا نجيب الاكسبرتيز وجبنا الفاندنج من هناك I see no issue barrier ان الشركات المصريه او العربيه تبقى global companies. هارمونيكا is a society changing project. فبالتالي اكبر تشالنج كانت ان هو انت بتحاول تعمل ايه؟ انت بتحاول تغير المجتمع، انت بتحاول تغير الطريقه اللي بنتجوز بيها. لما ابتدينا نزلنا للماركت لقينا المجتمع متقبل الفكره، عايز علاج للمشكله دي، حاسس ان هو لا وانا ليه اصلا استخدم حاجه تقليديه؟ انا عندي حاجه using science and safety and everything، حاجه more technology enabled. اقدر اقول ان احنا قدرنا نتغلب على التشالنج لان دلوقتي في 100 جوازه بتحصل مثلا على هارمونيكا on a monthly basis. المجتمع نفسه سواء اعلام او جوفرمنت ابتدوا يتقبلوا الفكره وشافوا المشكله الكبيره ان هي محتاجه علاج زي هارمونيكا. One of the biggest lessons we learned ان انت if you are resilient enough, if you keep working hard, eventually هتturn النوز دول into a yes. Thank you.